المشهد الأخير 25/3/2009. كل الدكاترة قالوا خير، ما عندهاش ولا أي حاجة ولا حتى محتاجة لدواء، ما احنا عارفين شهر مارس والهوى، شوية برد ما يستهلوش، والسن برضو ما تنساهوش. أول مرة أشوف حبيبتي بتتوجع وبتتلوي، وأنا عارف أمي ما تشتكيش غير من الجوي. عجزت ياما، عجزت ياما وشاخ جريدك، ده أنت لسه ماسحة الشقة بيدك. عجزتي فجأة، ده احنا كل جمعة نبوس إيديكي عشان نوضب شقتك وتقولي لأ. عجزتي فجأة ومالك بيضيتي ليه؟ ياك حتى بدرة، مش كنت زي ياما سمرة؟ الدكاترة مش بيقولوا حاجة بينا، وأنا قلبي متوغوش وحاسس إن أمي فيها إنا. ما لو ما فيهاش شي نقلق عليه، حجزوها ليه؟ أول مرة أحس دماغي بتشقق وتفكيري بيعمل صوت، ما صدقتش ولا تخيلت وأنا واقف في ساعتها بإنه الموت. دخلت عليها رسمت الضحكة بزيادة، رسمت الضحكة بزيادة، دخلت عليها عرفاني أنا الكذاب كالعادة، ومين يكفشني غير أمي؟ مين يكفشني غير أمي اللي خبزاني وعجناني وخالعة بيدها أسناني؟ فعرفت بس من صوت إنها شهادة، وشهدت يجي ميت مرة، ساعتها كل إحساسي اللي كان مكبوت طلع برة، وهاجت ذكريات عبت عيني دموع، وإحساس الطريق اللي ملوش رجوع. حاولت أخدعها واستهبل، حاولت أخدعها واستهبل، بقالك عمر بتمثل، وهي معيشاك في الدور، وصدقت إنها بتتخم. يا راجل خلي عندك دم، دي حافظة عينيك وتقطيعك وتهتهتك وألاعيبك، مش هاين عليك الويل، عايزها منين تجيب لك حيل عشان ما يبنش في عينيها العذاب والهم. يا راجل خلي عندك دم، كانت بصالي في عينيها السنين بتفوت، وجوايا الكلام من كتره عدى سكوت. كان نفسي أقول ندمان، أقول خجلان، أقول لك إني يا مايا بحبك حب مش معقول. ما عرفتش ساعتها الحلق كان مكفول، لكن القلب كان مفروط على قلبك وكان بيقول بحق حروف آيات الله اللي حافظها على يدك، ومن أيام ما كنت بعد على يدك وعلى عدك وفرحة خدي يمايا وهو نايم على خدك، وقسما باللي قام حدي وقام حدك ما حبيت في الوجود قدك. جاي دلوقتي تتنغوج، جاي دلوقتي تتنغوج، بتستعجل في ساعة الموت وتتلهوج، ما بنحسش بقيمة الثانية غير بعدين، وتسرقنا الحياة ما نفكش غير والموت مبكي العين. يا شاق القلب ومسافرة، خدتني الغربة من حضنك سنين كافرة، نسيت نفسي أنا آسف، قالولي الغربة بتعلم دروس وحياة، وإن الغربة يا مايا دي طوق ونجاة، أتاريها حزام ناسف أنا آسف. معادنا يما في الآخر، وهي الدنيا ايه يما؟ ما حجمناها ومعافرة، خلاص خلينا للآخرة، وحتى تكوني محلوة وعليك العين، ووريك العيال يما بقنبتين، وجبت الواد يا ستي عشان ما تتضايقيش، حوصيهم حوصيهم خلاص يما ما تخنقنيش. أفراد عيلة هشام المدهشة، دي تعليمات جدتكم المفتشة، ممنوع تناموا في أي يوم، أي يوم قبل ما تصلي.